لك احزروا شو صار، صرنا 7000 اخ وصديق بالقناه، بتشكركم كلياتكم على الدعم اللي دعمتوني اياه، ولكل شخص دعم ونشر وعلق وكل شيء واي شيء عمل، ومجرد ما هو تفرج انا بتشكره، شكرا لكم كلياتكم على هذا الدعم، صرنا 7000 اخ وصديق على القناه، والحمد لله هذا كله بفضل رب العالمين، من فضل انه انتم عم يعجبكم هذا المحتوى، عم تدعموني اكثر واكثر، كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9، ناس كثير عم تستخدمه، شكرا لكم كلياتكم، وانا ان شاء الله رح اعمل سحب ان شاء الله على السيزون الجديد لشخصين، البطل بس لانه هلا قرب السيزون الجديد، فانا ان شاء الله عم قرر اني اعمل سحب لشخصين بالنسبه للبطل باص الجديد للسيزون الثالث. فهلا خلينا نفوت بالنسبه للتحديث الجديد يلي هو ال 12.60. هذا التحديث نزل معنا يوم الخميس 20/5، نزل الساعه 8 بتوقيت مصر ونزل الساعه 9 بتوقيت السعوديه. بالنسبه للاحجام البي سي حجمه 1.9، وبالنسبة للبلايستيشن 4 2.2، وبالنسبة للإكس بوكس 1.8 جيجا بايت. هاي أحجام التحديثات كلها بالنسبة لتحديث 12.60. بس هلا أنا مالي فايت إلكن على أحجام، فايت إلكن هلا على تسريبات وأشياء خرافية من تحديات جديدة بتعطيك جلادر جديد وبيكاكس، ومن أشياء جديدة وجيفت جديد وهدايا جديدة نازلة من فورتنايت الخاصة بالعملاء اللي لعبوا من الإيجنسي الشادو والجوست، فشغلات كتير. فهلا بس خليني أحكيكن على الشغلات النمطية اللي صارت معنا، اللي هي بالنسبة للباك بلينج ظهر معنا 3 باك بلينج بملفات اللعبة اللي ظهر أمامكم بالصورة، 3 ظهريات بسيطين جدا وعاديين جدا، وظهر معنا كمان ألوان جديدة، هدول 3 ألوان ظاهرين أمامكم بالصورة، وظهر معنا شغلة تانية اللي هي الصور تبعات الانتظار اللي ظاهرين أمامكم بالصورة، هدول الصور يطلعوا معنا بملفات اللعبة بالنسبة لألوان وبالنسبة لباك بلينج وبالنسبة لخلفيات الانتظار. هلأ خلينا نفوت على الشيء الكبير معنا واللي هو الحلو، هذا السكين مين منا ما بيعرف هذا السكين ومين منا ما بيموت رعبه لما يشوفه؟ انا الصراحه واحد من الناس اللي بلعب من السيزون الثالث وبخاف لما بشوف هذا السكين. هذا السكين رجع ملفاته للعبه معنا، انجولا الحولة او انجولا البيضة مثل ما بتسموها رجعت معنا ملفات اللعبه، ونزل معها ستايل جديد اللي ظاهر امامكم بالصوره من غير القبعة تبعها او الطاقيه تبعها شو بتسموها انتو. شو معنات هذا الحديث؟ هذا الحديث معناته يا شباب انه هذا السكين ما نزل معنا من 920 يوم، يعني كتير مسافة كبيرة وكتير ايام كبيرة ما نزل معنا هذا الستايل او هذا السكين بشكل عام يعني على الايتم شوب. فش معنى هلأ نزلوه على ملفات اللعبة؟ بدهم ينزلوه على ملفات اللعبة، يمكن يكون مثل سكين بنت الزومبي لما نزلوه على الايتم شوب من فترة وقت كانت تقريبا الهالوين الماضي، نزلوه على الايتم شوب بس نزلوه بستايل اخضر وستايل تاني مثل مظهر امامك بالصورة. اما بالنسبة للناس القديمة اللي كان عندها الستايل القديم او السكن القديم ايام السيزون 2 وهذيك الايام يعني القديمة، اعطوها ستايل لونه زهري اللي ظهر امامكم بالصورة مشان يميزوهم عن بعض. فهذا الشيء بنشوفه انه لحنا هلا شفنا هذا السكن بملفات اللعبة بستايل جديد، فمعناته لحنا ممكن ينزل بالايتم شوب وتروح هيبة هذا السكن، خلاص بتروح على الارض الهيبة تبعه. وبالنسبة للستايلات حكينا عليها وحكينا عليها، نزل معنا 3 ستايلات جديدة اللي ظهر امامكم بالصورة، السكنات كلها عادية جدا والستايلات جدا عادية ما في شيء حلو او خارق يعني. وبالنسبة للسكنات اللي فتحت معنا الجديدة اللي حتنزل بالاتم شوب قريبا، معكم هذا اللي بالصورة ظاهر امامكم معه 3 ستايلات بتقدر تقول، وفي هلا رح اترككم مع فيديو صغير بورجيكم بالنسبة للسكنات الجديدة اللي نزلت ملفاتها باللعبة. الشغلة البسيطة الثانية المعنى اللي هي بالنسبة لاختيار النمط او المود الخاص بالفورتنايت، فيك تقدر تشوف الارينا والدوش شلون صار شكلهم مثل مظهر امامكم بالصورة. وفي هلا بقى نفوت على الشغلات الدسمة، بس قبل ما نفوت على الشغلات الدسمة رح لكم بالنسبة لهذا السكن تبع نينجا، نزل ملفاته ردت معنا باللعبة، فما بعرف ممكن ترجع السكن هذا وممكن يرجع البيكاكس تبعه وكل شيء لنينجا ممكن يرجع بالايتم شوب من اول وجديد. فهلا خلينا بقى نفوت على الشيء الكبير معنا اللي هو الجيفت الجديد اللي رح يجي من فورتنايت، مثل ما ظهر امامكم هي الصورة اللي هي جي بي شرطة اس 12 اند، يعني نهاية سيزون 12 اللي هو سيزون 2 شابتر 2. بس في رسالة مخفية بهذا البيان او بهذا الكود اللي هي عبارة عن انه مكتوب IDGB S12N، نفس اللي مكتوب بالكود الفوقاني، مكتوب مسج مخفي بما معناه هذا الكلام الانجليزي اللي مشفر اللي هو الايجنسي او الوكالة بتتشكرك على لعبك اللي انت لعبته صعب او اللعب الهارد اللي انت لعبته يعني وبذلت مجهود عالي، وان شاء الله رح تكافئك الايجنسي بشي جديد اللي هو هدايا جديدة من الايجنسي او الوكالة يعني.
هدول الشغلات اللي نزلت معنا او هذا الكود اللي نزل معنا نزل معه الرساله المخفيه. هالرساله المخفيه بتقلك انه الوكاله بتشكرك، اللي هي الوكاله يعني اللي مسيطره على حاليا على الماب، الوكاله بتشكرك على لعبك ومجهودك بهذا السيزون ورح تعطيك هدايا ان شاء الله. رح يكون معنا هدايا بنهايه هذا السيزون، هيك التسريبات قالت، وهذا الشيء موجود بملفات اللعبه ومتاكدين منه 100%. وبالنسبه لهي الصوره اللي ظاهره امامكم، بالصوره اللي هي فريتا ايفنت اللي هو رح يكون الحدث الخاص بالتكسر تبع الايجنسي، نزل معنا كوداته او نزل الكود تبعه بملفات اللعبه بس مشفر طبعا، لانه هذا حدث او ايفنت كبير بالنسبه للايجنسي اللي رح يصير فيه التكسر الخاص بفورتنايت او الحدث اللي حيصير بالسيزن 2 شابتر 2. فنزل معنا والعد التنازلي ابتدأ بهذا الكود، فمعناته العد التنازلي ابتدأ ورح تقرب الحدث معنا يصير. الحدث مثل ما حكينا عليه ممكن يصير قبل نهاية السيزن بكم يوم، فمو مو متأكد يعني منه 100%. ان شاء الله انا هذا الشيء رح يكون معكم واحدة بواحدة اول ما ينزل الاوقات الصحيحة والحدث الصحيح. وخلينا هلا نفوت بالشيء الحلو الكبير معنا اللي هي ستورم ذا ايجنسي، مهمات جديدة نزلت معنا بالسيزن 12 يلي هي بنهاية هذا السيزن ان شاء الله، عبارة عن 5 تحديات. ولما تخلص ال5 تحديات رح يعطوك هاي المظلة زارة امامك بالصورة، وبعد ما تخلص تحدي من هدول التحديات رح يعطوك لون الشادو، وبعد ما تخلص تحدي من هدول التحديات رح يعطوك البيكاكس الخاص بالشادو. فهدول هن التحديات اللي نزلوا معنا بملفات اللعبة. هدول طبعا انا رح اشرح لكم اياهم في فيديو منفصل شلون تخلصهم وشلون تساويهم. هدول في منهم بعض منهم مطلوب منك بسباي جيمز بمود سباي جيمز، وفي بعض منهم مطلوب منك انك انت تنجو من العاصفة اللي هي الستورم، وكثير اشياء طبعا بدون شرح كامل مشان انتم تعرفوهم 100%. فانا رح نزلكم فيديو منفصل لكم عليه بالنسبه لهدول التحديات شلون تحلهم وشلون تاخذ المظله وشلون تاخذ الفاس لحتى تقدر تخلص هدول التحديات. هيك كل شيء معنا اليوم بالنسبه للتسريبات، ما في اي شيء جديد حاليا غير هدول اللي انا ظهرت لكم اياهم بالنسبه للحدث وبالنسبه للاشياء اللي ظهرت معنا. وبالسكنات ما في اي سكنات زياده وما في اي شيء زياده معنا. فبس بتمنى يكون عجبك الفيديو واستمتعت، يا ريت ما تنسى من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وبتشكر كل شخص دعمني بالقناه. صرنا 7000 وحلم ال 10000 ان شاء الله بيتحقق باسهل وقت معكم او باسرع وقت معكم، لانه انتم بتقدروا تعملوا كل شيء. شكرا لكم وبرعايه الله. خليك يمكن يحطوا كراش باك. كراش باك واحد يوم. بيطلع 40. تعال. قطع شمالنا يمكن. ايه هون. مع اني كنت باني والله. ما بي اثر في سكارف و معي موبل. ما بي عنا 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 صار. سبعين ها. اثنين هني هون. جبت واحد كتير. هات بيك معك بيك. واحد نط معي. يلا نازل زين. ثاني خمس. لو دمر. خلصته؟ خلصته. هون هون. ثاني برين. هون. على مين بدي ركز؟ انا ركز على اللي بعاود. معك لانش باد انت؟ نوك. حط انا عم حاول اوقعلك يعني. وقعته. من عندي
في عندي واحد كمان. واحد نوب. اخر واحد. ابيض ابيض دمه واحد. سلا.